السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة البنات. اليوم غادي نديروا هذه الوصفة ديال السرديل بواحد الشرمولة اللي كتجي زوينة بزاف. قبل ما نبداو الفيديو البنات، بزاف تيقولوا لي واش القناة ديال ام العربي تسرقات؟ هذا الصوت ماشي ديال ام العربي، لا البنات، هذا راه الصوت ديالي، غير انا عيانة شوية وكيبان الصوت ديالي عيان، وعاد وليت كنركب الصوت فما تيبانش الصوت ديالي كيف ما مباشرة كندوي، هذا ما كان البنات. فشكرا لكم دائما على التعليقات ديالكم الطيبه والتشجيعات ديالكم المتواصله، وندوزوا المقادير وطريقه التحضير باذن الله. فبالنسبه للطبق ديالنا رافقته مع واحد السلطه البنات ومع البطاطا بوطيطوس اللي غتلقاو المقادير كامله. غادي نتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير ديال كلشي، ونبغيكم تجربوا هذا الطبق ديال السرديل وهذه السلطه اللي قدمت معها لانها كتجي لذيذه بزاف بزاف. فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير وما نطولش عليكم، يلا نبداو مع بعضياتنا. اللي ما بغاهش مقلي يتبع نفس الطريقه ويديرهم في الفران، غير انا مباشره من الخلطه للمقله، ثم من الخلطه ديروه في الدقيق ديال الذره ولا الدقيق ديال الفينو وتخشيوه في الفران باذن الله. فغادي ندوزو المقادير. غادي نحتاجو هنا السرديل على حسب عدد الاشخاص، مغسول منقي ناشف مزيان ومحيده له السلسول. غادي نحتاج بيضه، شويه ديال البزار، القرقوم، تحميره، الملحه، ثومة، الكمون، قزبر ومعدنوس مفرومين. غادي نحتاجو شويه ديال الخل، نص ثلاثه المعالق هادو ديال الدقيق، وربع كاس عنبه ديال الماء. هادو هما المكونات كيف قلت، والسرديل. مع هاد السرديل طبعا غادي نوجدو واحد السلطه مع بعضياتنا، وغادي نوجدو حتى واحد الصلصه. هذيك الصلصه انا ديجا دايراها معاكم، غادي غير نصور معاكم غير السلطه والسرديل. فعلى بركه الله غادي ناخذ لو بول اللي غنخدم فيه، اللي غنرقد فيه السرديل. غندير البيضه، غير جربوه يعني، جربوها وعاد حكموا البنات. ثلاثه المعالق ديال الفرز، والعطريه، خرقوم، البزار يعني الشرموله ديال الحوت، الفلفله الحمراء ولا التحميره، الملحه، ثومه مفرومه، كمون، قزبر ومعدنوس. حنا كنعرفوا ان الحوت تيبغي القزبر ومعدنوس. وغادي ندير قطرات ديال الخل الحامض، ممكن الا عندكم الحامض ديروا الحامض، هنا واحد جوج معالق كبار، او ممكن عصير حامضه. فغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتنا هكا. غادي نزيد البنات واحد شويه ديال الماء لانني درت المعدنوس بزايد، انا تقريبا دابا غندير كاس، لان هاد الخلطه شويه بحال هكا كتكون. هاد هنا ما كاين لا زيت لا والو، حتى لهنا طريقه سهله. فغادي ناخذ السرديل ديالنا وغادي نبدا نشرملو بحال هكا ونخليه هنايا، اولا ناخذ كميه كبيره لان غنديرو كامل، وغادي نخدم بيدي البنات، يعني يدينا راهم نقايين. صافي شوفوا، غادي نحاول السرديل ديالي يشرب ليا هاد الخلطه ويمتازج فيها مزيان، لان الا بقيت ندير بالوحده بالوحده، وحتى الا خدمت بالمعلقه ولا بشي حاجه، عرفوا راه السرديل راه ما غيشربش، يعني راه اليد هي اللي كتخلينا نتحكموا. ها انت بحال دابا هادو مسدودين ما غتشربهمش. العطريه نحلوهم بيدينا هكا، بحال هكا، يعني نحاول نحل السرديلات ديالي كاملين ونتاكد انهما كلهم مغلفين ليا بهاد الخلطه بحال هكايا. صافي ها هي دابا مشربه كامله. غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلها للثلاجة، غادي نخليها واحد ساعة ولا ساعتين. دابا انا هادي العشرة الصباح يعني 12 غادي نقلي باش نسربي طبلتي. هنا غادي نخلي السرديل ديالي كي يتشرب، وغادي نوجدو السلطة مع بعضياتنا. هنا من بعد ما رقدت هذاك السرديل ديالنا كيف شفتو، فدابا غادي ندوزو يعني السلطة. السلطة شنو فيها؟
فيها هنا درت 4 الحبات ديال الطماطم اللي مغسوله منقيه مقشره محيده لها الزريعه ومقطعه مربعات. هنا 2 حبات ديال الخيار، انا ما عنديش الخيار، عندي الفقوس، درت الفقوس حتى هما مغسولين منجورين غير شويه وقطعتهم بحال هكا دي كوب ولا دي مربعات صغار. هنا علبه ديال الذره وهنا علبه ديال اللوبيا جريني، هاد اللوبيا حمراء، فاللي ما عندوش اللوبيا حمراء ممكن يدير اللوبيا بيضاء اللي مسلوقه في شويه الماء والملح، اللي ما بغاش كاع يديرهم ما يديرهمش بلاش. فهي غير سلطه بارده وسهله ودغيا كتوجد. المي هادي اللوبيا جريني هاد الحمراء تيجي الطعم ديالها رائع بزاف. مع هاد المكونات غادي نحتاجو شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الخل، 2 علب ديال الثوم بالزيت، هنا شويه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نحتاجو شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. هذه هي السلطه ديالنا، غادي ندير فيها العطريه ونخليها حتى هي تبرد شويه. غادي نحتاج كيف قلت درت الربيع، غادي نحتاج شويه ديال الابزار، هذه ما فيها لا مايونيز لا والو، شويه ديال الملح، زيت الزيتون، شويه ديال الخل، وغادي نحتاج 2 علب اولا علبه ديال الطن بالزيت. فغادي ندير انايا غندير 2، غنديرهم بالزيت ديالهم، صافي. غادي نخلطها وغادي نديرها في الثلاجه شويه تبرد، ومن بعد غادي ندوزو نقليو السرديل ديالنا. كيف قلت لكم مع هذه الوصفه انا درت شويه ديال الطوماط، يعني صلصه ديال الطماطم، ودرت بوتيتوس في الفران حتى هو طريقته راه كاينه، الطريقه ديالو كاينه، غادي نحطها لكم في اسفل هذا الفيديو، وحتى صلصه الطماطم غادي نحطها لكم في اسفل هذا الفيديو. فغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتها. كيف كتشوفوا سلطه سهله بسيطه، صافي غنديرها في الثلاجه، غادي نتلاقاو باش نقليو السردين مع بعضياتنا ونشوفوا الطبق النهائي ديال هاد الوصفات 2 اللي درت معاكم. كيف كتشوفوا السرديل ديالنا ها هو، خليته 2 ديال السوايع، فدابا خرجته من الثلاجه، درت الزيت في المقله، فغادي نبدا نهز مباشره السرديل ديالي وغادي نحطو في الزيت سخونه، ما نعاودش نديرو لا في الدقيق لا والو، على هذا الشكل صافي. وغادي نقليه عادي البنات، يعني راكم كلنا كنعرفوا كيفاش نقليو السرديل، غادي نخليه غير شويه من هاد الجهه لتحت ونعاود نقلبو الجهه الاخرى ونحيدوه ونقدموه حورة، كيجي رائع. كيف قلت لكم اللي ما بغاش يقليه فغادي ديروا منين نحيدوها من الثلاجه بحال هكايا، غادي نفندوها في شويه ديال الفينو ولا دقيق الذره وندخلوه الفران ونديروا عليه خويطات ديال الزيت. انا غادي نكمل دابا نقليه، ومن بعد غادي نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو، يعني بلا ما نبقى دايره معكم الفيديو وانا كنقلي عادي، راه اي سيده كتعرف كيفاش تقلي السردين ديالها. وهذا هو الطبق ديالنا ديال السرديل، كيجي على هذا الشكل كيف شفتوا، تيجي غزال غزال بزاف، لذيذ والمذاق رائع بزاف. رافقته بصوص طوماط عاديه كيف قلت لكم. وهذه هي السلطه ديالنا اللي وجدت معكم، فهي كتجي بارده ومنعشه بزاف. هنا هذا البوتيتوس اولا البطاطا في الفران، غادي ننزل لكم الرابطه ديالها اسفل هذا الفيديو لانني كنديرها بزاف. هذه شرموله فيها غير مطيشه
طماطيشه اللي مسلوقه ومطحونه في الطحانه ومصفيه، وكنديرها في واحد المقيله. هذيك المقيله كندير فيها الثومه، القزبر، المعدنوس، الملحه، الابزار، الكمون، فلفل احمر وزيت بلديه، وكنخليها تطيب حتى كتشحر ليا يعني وتوقف في الزويته ديالها، وكنقدمها دائما كتعجب الوليدات. فإلى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. السلطه نبغيكم تجربوها، تتجي لذيذه بزاف بزاف. وحتى البطاطا الا قلينا السردين، البطاطا راه ما قليتهاش. كيف قلت لكم السردين ممكن ما تقليوش، ممكن غير تدخلوه الفران، راه حتى هو كيجي زوين بزاف. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم ويعني التشجيعات ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله.